كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. قسمتكم مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله تكونوا بخير. نهار أحد تو زعما، نهار الأحد لشنو زعما؟ للصفرة، للمة، للثقافة، للسبور، لشنو زعما نهار الأحد؟ كل واحد للتصنيف، كل واحد وكيفاش. أنا اخترت أن نهار الأحد يكون للاستماع معاكم من نص نهار الماضي ساعة، باش نسمعوا ناس ساعات عنا انطباع أنو نعرفوهم مليح مليح، لكن مازلنا نجمو نزيدو نتعرفوا عليهم. شكرا لكم اللي كل نهار أحد تعطيونا شوية من وقتكم من نص نهار الماضي ساعة. مرحبا بخالد في الإخراج، شكرا على الجهان على الإعداد، مرحبا بنضال كوف الإعداد الرقمي. تنجموا تفرجوا فينا على www.mosaikafm.net كومبليتمون. الحصة تنجموا تفرجوا فيها من الأول للآخر، البورتري باش تسمعوا شوية آخر لضيفتنا، هو بيدو تنجموا تفرجوا فيه. وظيفتنا عملاقة، ظيفتنا أيقونة، ظيفتنا اللي يوصفها بأنها كانت من صناع الربيع الثقافي التونسي لسنوات وسنوات الآن، من الستينات والسبعينات، وإحنا نحكيه على مرأة ساهمت في منعرجات ثقافية كبرى ومسرحياتها وصلت للتوانسة سكيغا، منهم مسرحية اسمها غسالة النوادر، وصلت مش للتوانسة كشعب فقط، أنا ما للتوانسة كشعب وزاد كذلك طبقة حاكمة. طلع حكيوا فيه هذا الكل، خلينا نقولوا على السلامة لجليلة بكر. جليلة بكر مرحبا بك. عايشك، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك. ماكش من الناس اللي يمشيوا ياسر لي ميديا، اي بورتون وزيت لا هك جيت بحذين. عايشك، استدعيتني جيت ونسلم على المستمعين تاع مزيكا. انا نقترح عليك انو نسمعوا مع بعضنا ان بورتري سيني جيهان السليني، يرجع لمسيره جليله بكار ومن بعد برشا حديث فما لجليله. اسمع مليح، تفضل. عام 52 في العاصمه والحاله خريف، بالتحديد نهار 23 نوفمبر تولدت أيقونة المسرح التونسي، هي في أدوارها عايدة وهي الجازية في السيرة الهلالية، لكن هي بالأساس اسم كبير صنعته على مدى سنين، هي جليلة بكار. المرأة اللي على قدر كبير من الجمال والقوة والتمرد، تتولد في عائلة محافظة، تتخلى على دراسة الأداب الفرنسية من أجل المسرح والالتحاق بفرقة الجنوب بقفص عام 73، وين غادي تبدأ مسيرتها الفنية اللي تتواصل اليوم في وسط ثلة من النخبة الثقافية في تونس. ورغم حبها لمختلف الفنون، إلا أنها عرفت على بكري أنها تولدت باش تكتب للمسرح وتفجر جنونها على الخشبة. من قفصة إلى تأسيس فرقة المسرح الجديد في العاصمة، إلى تأسيس فاميليا للإنتاج، ولليوم في كل المحطات هذه يرافقها عشيرها ورفيق دربها المخرج المسرحي الفاضل الجعايبي. هي تكتب وهو يخرج ويصنع المشاهد. جليلة والفاضل ثنائي استثنائي يتداخل فيه الشخصي بالمهني، ومركب في علاقتهم برواحهم، في علاقتهم ببعضهم، وفي علاقتهم بالآخر، نوع من الارتباط اللي حاول ما يتيحش في التبعية، رغم اللي الفاضل يقول لولا جليلة بكار لما كان الفاضل الجعايبي. جليلة بكار المرأة صاحبة المواقف واللي أراءها السياسية كانت تترجم في كتاباتها وفي المسرحيات اللي جمعتها على امتداد عقود من الزمن بالجعايبي، وكانت فيهم ممثلة أو كاتبة. العرس، الورثة، التحقيق، عرب، كوميديا، فاميليا، عشاق المقهى المهجور، جنون، خمسون، يحيى يعيش، وغيرها من الأعمال اللي صدورها كان بمثابة الحدث الوطني. الأعمال اللي شاركت فيهم كانت في أغلب الأحيان حاملة لنفس سياسي، وكانت من العوامل المحددة لعلاقتهم بالسلطة في وقت بوركيبة وفي وقت الدكتاتورية متاع بن علي. لكن مع هذا العلاقة بالسلطة كانت خلافية، بين اللي رأى إنها علاقة صدامية وبين اللي رأى إنها تشوبها الانتهازية، واللي النظام استعمل أعمالهم كفترينة باش يقول راني عندي حرية تعبير، بين منع أعمالهم وبين العلاقة الكوختواز مع السلطة. لكن وسط هذا الكل جليلة بكار كان اسم إشعاعه تجاوز حدود الوطن، أعمال معروفة في أرجاء العالم العربي وتطلع على مسارح في العالم الكل، من أستراليا لليابان، ولكن خاصة أفينيون في فرنسا. تمرد جليلة خلاها تتأثر بالتيارات المسرحية الجديدة ومدارس ما بعد بغشت اللي تكسر القواعد النمطية للعمل المسرحي، وكتابتها رسخت صورة لا تخلو من السوداوية والقتامة، فيها نوع من التشاؤم. في حياتها جليلة بكار عاشرت برشا ناس، كانت أصحاب برشا مع الراحلة رجاء بن عمار، وكانت في محطات من حياتها محاطة بناس كما فاطمة سعيدان، الفاضل الجزيري، محمد إدريس وغيرهم. جليلة بكار هي فنانة حاولت تتأثر
تأثر بأعمالها في المواطنين. اختارت بعد ثورة 2011 أنها تلتحق كشخصية وطنية مستقلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، باش تدافع على المبادئ الحدثية اللي أمنت بها من المخاوف اللي قاعدت تطاردها حتى زمن الديمقراطية، واللي خاصة ترجمته من خلال ثلاثية: العنف، الخوف، واللي فيها الحلم اللي تقول عنه متواصل هو مؤجل إلى حين. رجلي لبكار شوي آخر تنتسألوا شنو الحلم المؤجل إلى حين دايغ موجود في تخيلوجية، أما تنحكيوا عليه الحلم. أنا نحب نرجع للبدايات. هل كان من السهل في صغرك وانت في العشرينات محليك تهبل بالشبوبية؟ شبوبية هذيك، شبوبية هذيك الكل، انت كنت فتاة فنانة تقرر بمفردها الاستقرار في الجنوب بعيد على العائلة، قفصة ديريكسيون قفصة، كان سهل؟ هو ما كانتش تكون قفصة إذا كان ما كانش قبل فما المسرح المدرسي اللي جيل كامل تعدى منه. معناتها من الناس اللي من جيلي أنا أكثريتهم، فما صوغ دو بوليميك على حكاية تدريس المسرح في المدارس الثانوية وفي احنا جيل كامل ما كانش فما مدرس للمسرح ولا أستاذ مسرح، كانوا نوادي، لكن كانوا فما أساتذة مهتمين بينا. مثلا أنا لكن أساتذة اللي ما تنساهمش، لا ما تنساهم. أنا مثلا كانوا زوز أساتذة ما عندهمش علاقة بالمسرح، اللي هما متيمت اللي الفنان التشكيلي كان أستاذي في الفن التشكيلي اللي جوبانس قرر في كارتاج من بعد، وأنا كنت في العمران، وكان ثم أستاذ عربية سي عبد القادر بالهادية نذكر اسمه. مانيفيك، دونك تذكر اسمه. نذكرهم خاطر كانوا واقفين معنا. احنا كانوا نوادي، فما في العمران كان فما نادي المسرح، الاستاذ الاولاني كان عبد الرؤوف الباسطي، من بعد جاء الجودي، ونادي للموسيقى، والكوليج والليسي كلهم كانوا عندهم نوادي. معناتها التكوين كان حتى لو كان ما يكونش فنان يكون متفرج، وهذا الهاب. الخيار هذا أنه تمشي للفرنسية، أما من بعد تختار المسرح، وقتش صار الدكليك؟ علاش اخترت المسرح؟ علاش عيط لك؟ عيط له؟ شفته؟ تغرمت غرام؟ كيستيونمون، تساؤل، شنو اللي صار بالضبط؟ هو علاش قلت لك من المسرح المدرسي، معناتها في 15 سنة عرفت اللي هذيك ثنيتي، ما نعرفش علاش، ما نعرفش كيفاش، ما نعرفش شنو اللي حسيتها. عرفت اللي أنا ذاك الغرام الكبير اللي 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 يمكن على خاطر العمر صعيب، مراهقة صعيب، معناتها في وسط الستينات، معناتها آخر الستينات، معناتها أنك ما فماش خروج ودخول برشا، ما فماش العالم، ماهوش العالم كيما نتاع اليوم، معناتها أنك تلقى مساحة باش تنجم تعبر فيها، باش تنجم تعبر فيها خاصة. هذاك هو عملت تجربة صغيرة في التلفزة مع فاطمة اسكندراني، وما حتى كيف اخترت الفرنسية، لكن خاطر الفرنسية يمكن كانوا عندي أساتذة هايلين، ويمكن على خاطر ما عرفتش كيفاش نمشي للمسرح. alors justement هذا هو السؤال، معناها تقولش عليه فما خيار مسطر متاع أستاذة الفرنسية ولا متاع الجامعة والباركور العادي، ومن الغادي فما التمرد والمسرح والحرية والكلمة الحرة وال كيني حبيت تدخل في المول، المول ما قبلش وانتي ما قبلتش، ما نجمتش ضيق ياسر. حبيت معناتها نهارت اللي عيطولي باش نخدم في محمد علي الحامي، مسرحية محمد علي الحامي، كان كاين وهو نسمة قوية جاتني وتنفست بها داكور دونك الأكسجين
عام من بعد خليت الدراسة وخاطر قعدت عام نمشي ونجي. جاوبني على سؤالي توا، هل كان مستاهل في صغرك وانت في العشرينات وبالشبوبية؟ يعني عاودتها شبوبية هذيك ليش فما فما علاقة تقول انت ولا لكش فما والله علاقة؟ والله بالنسبة لي ما فماش علاقة. اي نعرف نعرف، لكن علاش نقول الكلمة؟ على خاطر جوستما معناها فما التحدي، ديما فما التحدي، تختار انك تمشي للقفصة. كان فما دافياف دو تياتر، كيف قفصة مهدية سفاقس ولا دونك من الفياف الكبار قفصة بيدامو. كيفاش صار الخيار؟ احكي لي عليه شوية. ومن بعد يجي وراه الأعمال وتبدأ الأعمال. البريود هذيك كيفاش كانت؟ هو كيف علاش جبت لك انا باقي على المسرح؟ قلت في المدرسي، قلت يمكن في الجامعه فما مسرح جامعي اللي النجم كنت نلقى فيه روحي. ما لقيتش روحي، لكن في نفس الوقت شفت شحاول الشرق الحائر في التلفزه. قلت هذا المسرح اللي نحب نعمل. دونك هما كانوا يظنوا اللي هما اختاروني وانا نظن اللي انا اخترتهم. دونك فما هذا المسرح، وكيف تلقيت بالمجموعة اللي فيها فاضل جعايبي، فاضل الجزيري، محمد رجا فرحات، محمد إدريس وقتها ما قابلتوش خاطر عاود صفر، روف بن عمر، سامي العيادي، معناتها المجموعة كاملة اللي كانت ولولاد قفصة ممثلين كعبد القادر مقداد والمسعاوي إتسيتيرا. دونك لقيت كيفية أخرى، نظرة أخرى للمسرح. تعرف معناتها ما نقيسوش على توا شنو معناتها. قداش من مسرحية أنا شفتها في المسرح؟ قليل. التلفزة مازال كي بديت، معناتها العالم كان مختلف. معناتها العالم يوصل لنا من القراءة أكثر من حاجة أخرى. علينا عالم تحكي، على خاطر مثلا نقرا انا في ارتيكل في جريده العرب البارح البريطانيه، نطق باللغه العربيه، مكتوب سلاله ملعونه مسكونه بالابداع. كنتوا مسكونين بالابداع؟ قلت لك الاكسجين اللي جاني والمتنفس الوحيد كان المسرح. ما يظهر لي هذا جواب مسكونين. كي كنتوا مسكونين، والارتيكل اللي نحكي عليه خرج في صفحه 16 من جريده العرب، واسمه غسلت النوادر، مسرحيه الفرجه الاسره والمعادله المستحيله للسيد حكيم المرزوقي، اللي نهنيه على الارتيكل نتاعو خرق العاده. لو يقول انتم سلاله ملعونه من المسكونين بالابداع، وقلت لي العالم كان يخلط لنا. اي عالم كان يخلط لكم؟ كان يخلط لكم مثلا مي 68 في فرنسا؟ كان يخلط لكم الحركات التحرريه في الولايات المتحده مثلا، حقوق السود، مالكوميكس، عرشنا، وغيره من التحديات في العالم اللي صاير في اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه؟ شنو اللي كان يخلط لكم؟ كل شيء كان يخلط، أما كل شيء يتصفى. زادة يتصفى على خاطر أنت والمحيط اللي فيه، أنت والعباد اللي عايشة معهم، أنت والعباد. إذا كنت تهتم بالمحلي فقط ولا بالمحلي والعالمي أيضا. ما تنساش، أنت نسيت حاجة أساسية اللي هي حرب جوان 67. حرب جوان 67 أنا معناتها مستني برشا. مستني برشا على خاطر أنه في توازنات العالم، مش بالمنطق هذا. وقتها عمري معناتها أنا كنت تلميذة، أنه خاطر بقي ننساو الأحداث اللي تصير محلية أو عالمية اللي تصير على الشباب، على المراهقين. كيفاش حسيتوا مدام؟ على الأطفال. هذاك الوقع، هذاك هو اللي يكون، يمكن يكون الفنان ويكون المواطن ويكون كل شيء. ننساه هذا، ما نهتموش به، لكن عنده وقع كبير برشا. وقع محلي ولا كوني؟ معنى هي فكرة كونية، نظرة للدنيا، وإلا هي نظرة الواقع. زوزة. هو ستون ديالكتيك، راو أنت وين ونظرتك وين والصدى، وانت شكون بيسير، والصدى نتاع هذا الكل عليك في 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 تفكيرك، في تكوينك، في وجدانك، في كل شيء. انه انا نقوم في الصباح ومتقيم فيها الخمسة بتاع الصباح تقول لي قوم الحرب. واذا نحكي في البحث عن عايده، حرب، انا صايبت حرب في تونس،
قالت لي زدموا على سوريا ولا ومصر. وكل شنو هي علاقتي انا بسوريا ومصر وقتها؟ علاش امي عملت هكا؟ علاش مش قاريه امك؟ لا ما تحس الحاجات، شو مدخل القرايه في الحكايه؟ ما عندهاش حتى دخل هكا ولا لا؟ لا كونسيونس، الوعي والقرايه حاجتين ما همش ما يمشيوش مع بعضهم. قيمتك جليله، قوم تتذكرها نتذكرها حرب. طبعا نتذكرها. كتابات الكل تحكي في المسرحيه تحكي على اشياء كيما هكا، هذاك اللي يكون الوعي بالان وهنا، لكن بالان هنا والابعد وابعد وابعد. الان وهنا تقولها وتعودها وقتك تحكي على المسرح نتاعك، حكيت على المشي القفصه ومن بعد الهبوط لتونس والمسرح الجديد يجي من بعد تحقيق العرس الام تنحكيو فيهم المسرحيات. اسمه مولا، يمكن كان فما غنيه من نوع هذه اسمها سي جون لا، جي من عند جاك بريل. تحبوا جاك بريل؟ Aïe, comment? Et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. نحبو ساعة، نحب الفنان كل طريقته في الغناء، الأغاني، الطاقة اللي حطها، الانرجي اللي يحطها فيها. ألوغ على ذكر الطاقة، مش حد فرج ولا يعرف جليلة بكار وما يقولش شنو المرة هذه على الخشبة. المرة هذه على الخشبة شكون؟ جليلة بكار هي نفس المواطنة للبرام الخشبة وعلى الخشبة وإلا لا؟ جواب بعد الفاصل، على خاطر ليتا كوميديان تتحكينا عليه شوية جليلة بكار شوية آخر، مهم ياسر هذا في محطاتك الكل. رجع بورتري باي موزايكا فام، يستقبل اليوم الفنانة المسرحية والكاتبة والمخرجة والممثلة خاصة جليلة بكار. جليلة بكار مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بورتري باي موزايكا فام كل نهار أحد من نصنار الماضي ساعة، إن شاء الله تستنسوا بالموعد. البعض منكم توا سيق عاد يا إما يسقي في النواصر وإلا في الروز ولا في الكسكسي، كل واحد وش اختاره. يبدو أنك صنافة أخبار، تقولوا أنك صنافة حاجة خارقة للعادة. كن وصل صنافة أخبار. شكون وصل لي؟ عندي أمور هذيك خدمتي. صنافة، شنو الوصفة المفضلة عندك، الطبخة المفضلة عندك؟ أنا هي مكلتك المفضلة التونسية. تونسية اللي مش نطيبها أنا، اللي نحبها. ما تحبها أنت؟ الكسكسي. كسكسي أنا كيف نتوحش الكسكسي، معناتها نتوحش كسكسي بأنواعه إلا متاع الدجاج. دجاج لي أسفة أي. أما بجوارحي الكل نتوحش الكسكسي. علاش؟ ما نعرفش. يلخص برشا حاجات. يلخص برشا حاجات. ذكريات، إيدنتيتي، هوية، برشا حاجات. يمكن. لحظات. لا ما تو سامبلومون تحبوا. فوالا. كنا نحكيو على سي جون لا، نحكيو على الأصحاب. نحكيو على الفاضل إيفيدامون. إلى أي مدى الناس هذوم أثروا في حياتك؟ وإلى أي مدى أنت أثرت في حياتهم؟ أثروا في حياتي خاطرك تعلمت. شعيبي، جزيري، مسروقي، دريس، رجاء يرحمها، زينب فرحات، فاطمة اسكندراني، برشا برشا. أنا نسميهم الأولاد. الأولاد تسميهم. الباندا الشلة. أنا خرجت من الجامعة، عمري ما سافرت وقت اللي عرفت، ما معناتها تكويني المسرحي كان ضعيف برشا، بعض نصوص فقط. كل شيء تعلمته معهم ومنهم خاصة. وشيء هذا الشيء هم معناتها أنه تقعد مع الحبيب المسروقي ويحكي لك على السينما اليابانية، ولا يحكي لك على لاكان، ولا يحكي لك على وانت حالة وذنيك وحالة عينيك وحالة مخك وحالة كل شيء. شيء هم أنه جزيري يحكي لك على البانتور، ويحكي لك على أنه
محمد إدريس يحكي لك على التاريخ مثلا ولا على بعض النصوص. الكل محمد رجا فرحات سمير العيادي، سمير العيادي عاوني برشا. هو كان كتاب لسان العرب بالنسبة لي أنا، كيف كنت نكتب مانيش متمكنة بأي لغة. كل ما نوحل كنت نطلب سمير، سمير وفاضل، كمل بفاضل، كم فاضل رؤوف، وزيدا كان هام، هام برشا في الطاقة اللي عنده الاستماع والقبول الآخر. وطبعا فاضل اللي مع نجم نقول أنا زادة بلبيه راني مانيش أنا، لأنه علمني برشا شيء، علمني أني نتحدى، وعلمني أنه نمشي أبعد من اللي نظن أني أبعد الحدود. ساعات نمشي في طريق ساعات ما نعرفش وين نجم يهزني. حاجة خارقة العادة اللي تقول فيها أنت، ما تقولش في العادة ولا يلزم نسألك الأسئلة الصحيحة باش تقول. مانيش ناسي سؤالي اللي قبل الببليسيتي، هاني رجع له نتاع عالطاقة وعلى الخشبة رجع له، وما أنت هزتني في الحديث للفاضل. الفاضل تقول له المحبة، اسكو تقول فاسيل ما المحبة أنت؟ هذا ما نعرفش، ما نعرفش نسلفي. اسكو تقول المحبة فاسيلمون للفاضل؟ اسكو تقول المحبة ما تتقالش؟ نسأل سيبا الاسيا بنتك جوزيبا نسأل. لا لا لا، المحبة ما تتقالش، المحبة فعل، المحبة وجود، المحبة برشا شيء آخر. الكلام فارغ، الكلام هو يتعدى. اسمها هين هذه في امتى حتعرف؟ على خاطر تسألت اسكو جليلة بكار تقول الحب للناس اللي تحبهم، لهالاصحاب هذوم اللي قابلتهم الكل، يظهر الاجابه موجوده عندك. وقت اللي قلت لي يمكن اعمالك هما من اجمل ما يكون اجابه للحب وترجيح حب للناس هذوما كلكو باغ. بلاش حب ما فماش فن يظهر لي، بلاش حب ولا كره كبير، بلاش مشاعر فماش حب بلاش كره ما فماش، لكن ما فماش المشاعر هذو، بلاش فن مبني ايضا. ملا انا متاكد لي على الخشبه اسمها هين تحبها؟ طبعا تحبها. قاعدين يجيو كيف حاجه تحبهم. فماش كل خدم، فماش كل خدم خدمته مليح. انت حتعرف اني بحبك، انت امتى، انت حتعرف امتى حتعرف. انا حكيت على الحب جليلة بكار، لكن ما فماش كان الحب، فما حاجات يمشي مع بعضهم. الحب يمشي مع الكره والغضب. أنا سمعتك في عديد الفرص تتكلم على الطاقة متاعك وتقول نحس كل شيء، وهني راجع للمسروقي دايوغ شوية آخر في غسالة الودر، وكيف عاش، كيفاش عاش هو مثلا لمومون بوانيان، هذاكم لحظات عصيبة. ساعات في بالنا للأمور تصير في اللوكس، الفنان يخدم في اللوكس. خدمته في اللوكس؟ لا حتى تعرف، حتى من بعد كيف جات الفواياجات وجاء وافينيون وجات لاروكونيسانس معناتها اللوكس معناتها فما ميزاب ذهب محلولة؟ لا ولا فما عندك قاعة تبرف فيها؟ ما نعرفش. ولا عندك قوانين ولا عندك تشريعات يحميو الفنانة؟ هذا اللوكس، هذا ماهوش موجود. دونك من الأول تخدموا في التعب؟ خدمنا برشا في التعب، خدمنا في أقل تعب. أما اللوكس يمكن شوية وقت اللي خدمنا، وقت اللي فاضل ولا مدير المسرح الوطني في التمارين، خاطر فما قاعة وفما تقنيين يخدموا معنا، لكن فما مشاكل في من نوع آخر. تنجيوها شوية آخر في جزء أخير من برنامجنا. نرجع للطاقة، كيفاش تطلع على الخشبة؟ شنو هو الموتور؟ شنو هو المحرك؟ سمعت تتكلم على الحواس، حواس كاش يشوف؟ شكوني جليلة بكار؟ شكوني المواطنة؟ شكوني الممثلة؟ المواطنة والممثلة واحد، واحدة بالضبط. في الكتيبة زادة، خاصة في الكتيبة، خاصة في الكتيبة. يمكن خاطر تربيتي، على خاطر كان بابا ياسر يحكي لي على البلاد. شكين يقول لك مدام؟ يخرفنا انا وقتي على البلاد.
على كيفاش مثلا الحوادث اللي يسميهم الحوادث على انت الكبيره في اخوتك البقيه الكل اولاد انت البكره انت الكبيره وكبرت متحره مرتاحه وكان يخرف لكم على الاحداث الكبرى في البلاد دونك عندي دو فيرسيون عندي الشارع العالم الرجال وعالم وعندي داخل الديار العالم النسائي حكاية برشا 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 هذوم تربي بهم وكبرت فيهم دونك كل تونسية للنخاع يظهر لي تونسية للنخاع يظهر لي على ذيك قبيلة أنت تسأل وقت لي قصينا وعديت مثلا عديت الببليسيتي أنا فما مشكلة كبيرة كبيرة معناتها حسب رأيي من أهم المشاكل اللي تتوضع اليوم في تونس هي اللغة احنا بين اللغة نتكلمه كانت أمي تقول كيف عبد يتكلم فرانكو تونيزيان يقول تقول بالمالتي بين اللغة نتكلمه والناس اللي تظن أن التعريب هو دفاعا على اللغة العربية الصحيحة هما أساءوا للغة العربية أكثر من عبد أخرين على خاطر وقت التعريب يجي من غير ما تبدل مثلا الماكينة اللي في السوبر مارشي كان نخليه لهجة تونسية تنوعها في دين لبوبليسيتير مشي شنو هو الفرق ما بين جملة أنت باش تحكي وأنا باش نحكي والسياسي باش يحكي وقت اللي يحب يوصل وقت اللي يحب يقنع وهذا منيش المسرح ديش. علمنا المسرح علمنا هكا أني كيف نحب نخاطب قاعة يلزمني نعرفهم شكون نحسهم شكون عليه جاي وعليه قصوا تذكرتهم كيما السياسي وقت اللي خاطب عباد يخاطب ناس إذا كان يخاطب في المجهول من غير ما يعرفهم طبعا يتكلم في لغة منغلقة مسكرة على روحه هذا يهزني نكمل شوية في حكاية الطاقة هذه الطاقة هذه الطاقة وباش تطلع آخر كيف نطلع على, 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 على الركح ثم فما الجسد بتاعي فما معناتها أنا موجودة الممثل ما يتغيرش ولا يتغير لو فما طاقة المجموعة اللي نخدم معها من ممثلين وتقنيين شارع يأثر فيك الشارع موجود موجود دايق كيف نبدأ نحكي على الكونسنتراسيون على التركيز التركيز ما هوش على الركح ما هوش انغلاق على الذات هو انفتاح على كل شيء على الموجود في القاعة وعلى الموجود خارج القاعة معناتها شيء ما يتنسى كل شيء موجود في نفس الوقت هذا يهزني الحقيقة للتحديات شوي آخر تنرجع للأنيكدوتيك خاطر الأنيكدوتيك الحقيقة يساعدني أنا نحب كي تخرف لي شوية كما كان يخرف لك الوالد دايغ الوالد خلني أقف عليه دقيقة من زمان الوالد أنت قلت فريمون كيف سمعتها بهد قلت بعد وفاته تلقى رسالة والرسالة هذية تلقاها فيها تقريبا لغة شديدة و اللي تقريبا تعذر فيه تقوله بنتك 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 وبنتك تعمل في المسرح وبنتك إبورتاه عمر ما قالك عليها الرسالة هذه لا كما لونش جارديا كما عبد اللي وراك يسد عليك في يسد عليك ما حبش يوجعني حبش يوجعك اي على غسالة نوادر وقت اللي تعديت على غسالة جات رسالة سبين ما انت سبين من حد في العائلة من حد في العائلة نسيب فرق ايه اوكي ايه على تقول فيها اش تعمل اش تعمل اش تعمل من هنا يمكن جات حكايه الشبوبيه اللي حكيت عليها انا من الاولى خاطر فما البعض اعتبر كريمون انه غسلت نودر فيها حتى نوع من الاغراء معناها كانوا يظنوا اللي فيها اغراء غسلت نودر لحظه فارقه في المسرح التونسي
ولحظة فيها تحديات كبيرة ياسر صارت. إفيدامون كما قلنا من بعد يجي التحقيق والعرس والأم وغيره. التحقيق قبل. التحقيق قبل سيفغي. أنا يظهر لي اللحظة الفارقة في المسرح. أي. هو تحقيق أما غسلت النودة خطر تعديت في التلفزة. في التلفزة. هذاك الفرق الكبير. علاش اعتبرت التحقيق لحظة فارقة على خطر صار عليها البوليميك متاع أنها ما تصورتش مثلا تحقيق. لا ما هو قالها فاضل ونقولوها معناتها فما جريمة صارت بالنسبة مش الأعمال المسرح الجديد ولا فاميليا فقط أعمال المسرح بصفة عامة بخلاف بعض المسرحيات أنه وقتها شكون عنده الإمكانية أنه يصور ولا الإمكانيات أنه يصور أعمال فما كانت التلفزة الوطنية فما ذاكرة الوطنية ما هيش ذاكرة سياسية فقط هي الذاكرة الفنية أيضا وما تختارش حتى صور وخبي صور وخبي مش لازم تعديها كان الحاكم ما يحبش أما ما صور وعدي هذا الكل ما صارش أما التحقيق علاش بالنسبة لي واللي هي معناتها اللجنة اللي كانت لجنة الرقابة معناتها ما خلتهاش تتعدى نهار الأول وتعديت من غدوة خاطر شدلي القليبي هو اللي قرر أنها تتعدى في افتتاح مهرجان الحمامات اللي كان تخصص للمسرح. ألو إفكتيفمون التحقيق غسلت النوادر من بعد جايين تجارب أخرين تنحكيو عليهم منهم خمسون بريمونيتوار فيها استباق يحيى عيش فيها استباق يمكن اللي بشي يصير في البلاد فيها استباق من سنة 2000 من سنة 2006 حاجة دوخ معنا تنحكيو عليه شوية آخر الاستباق هذايا لكن خلينا نقعد في الفترة هذه بورقيبة من بعد بن علي رابيدمون باش نعملوا سؤال حول الموضوع سؤالي هو دولة الاستقلال ما عطاتش للثقافة كما عطات للمجالات الأخرى مدام جليلة علاش اليوم فما تعليم فما تحرير المرأة تشريعات مجال التحوير الشخصية وغيره هل كانت بذرة الدكتاتورية موجودة من السبعينات على حد تقديرك أنت توفى ما حشتي سألتني دولة الاستقلال أنا كيف حليت عيني في دولة الاستقلال أنا مشيت المكتب في دولة الاستقلال المهرجانات الكبرى اللي صار اللي توا موجودين كونوا في دولة الاستقلال خطاب 7 نوفمبر مش متاع بن علي متاع بورقيبة اللي هو على المسرح 7 نوفمبر في المسرح مانيفيستو المسرح كان اليوم الوطني للمسرح يوم 7 نوفمبر وتنحى 7 نوفمبر هذا هو سؤال ثم كان رؤية ثم سياسة ثقافية كيف عندك القليبي وعندك المسعدي ما ظهر ليش وبرشا أخرين ثم رؤية وكانت الثقافة والتربية على هذاك مثلا المسعدي يمشي من التربية للثقافة من الثقافة للتربية هي مالك نلقى المشاكل من بعد في التحقيق ونلقى المشاكل في غسلة النوادر ونلقى مشاكل متاع إنتاج ونلقى نقول يا أخي شصار يا أخي علاش الإكسبلوزيون ما صارتش شنو اللي شد شنو اللي جذب إلى الوراء هذو من السبعينات هذا تحرر في العالم هذه الناس مهووسة بالإبداع هذه الناس تخرج هذه تصوير وكملنا هذا... نبدعوا فما بين ظفرين نخدموا شنو اللي صار شنو اللي صار علاش بورقيبة تكربس علاش جات من بعد ديكتاتورية علاش ان يبقى اون اكسبلوزيون كولتوريل علاش ما صارتش اون موفيدا مثلا في البلاد في السبعينات تونس ماهيش معلقة في الهواء داكو تونس تابعة مربوطة بالمحيط متاعها الجغرافي والسياسي والكل تونس عندها برشا مشاكل اقتصادية من الأول معناتها فما معناتها مانيش باش نعملوا مسحة على تاريخ تونس لكن أنا نحب نفهم وين يمكن وين صارت المشكلة أي وين صارت المشكلة فما أنه السياسي ما فهمش اللي المثقف بصفة عامة الثقافة بصفة عامة في وقت من الأوقات أنه ما ينجمش يتقدم من غير ما هذه حرية التعبير حرية الرأي حرية المعتقد حرية الفردية ككل اللي هي اللي تجيب ومعاها
الفنون الكل وال هذاك الكل ما صارش في وقت من الأوقات، وكأنها تسكرت البلاد على مشاكلها الاقتصادية، على مشاكلها السياسية فقط، وكأنه الفنان في وقت من الأوقات ما عادش الفنان والعائلة المثقفة الكل خاطر فماش كان الفنان ألاتخاب تلوحت ألاتخاب قعدوا بعض الـ الـ مش مهم مش وقته مش وقته باقي مش وقته لليوم مش وقته موجود مش خلي لكن أكثر من قبل أنا جاي أنا نقول لك أكثر من قبل مش وقته معناتها كيف نشمعوا السياسيين متاع اليوم كيفاش يحكيوا على الثقافة وعلى الفنون وعلى التفرهيد اللي هو ماهوش غلط كومبليتمون راهو تفرهيد خاطر إذا كانش إذا كان يظن اللي تفرهيد ضحك فقط أما البكاء زاد تفرهيد وهذاك تفرهيد الأصلي صدد لا كويرانس هذا نوع من الانسجام فما فنانة تحب ياسر انت عندها برشا انسجام مع روحها مع بلادها مع عالمها اسمها بيورك كوايت شوية راحة ارتاحوا شوية نهار لحد بورتري باي موزايكا ثامق لنسمعوكم معانا لخاطر كان رجع الصدى نتاعكم قوي بعد حلقة سي محمد الناصر وانا متأكد انه كذلك اللي رجع الصدى يكون قوي مع جليلة بكار هذه زادة من الارتيست اللي تحبهم نا أبا قلت لك خدمنا خدمتنا مليح سيء نعرفه فما غنية شوية آخر باش تجي يمكن باش تلخص بارشا حاجات باش تجيك من عند حد أنت تحبه المسرح اللي تعمل فيهم بارلون دو كويرانس انسجامي شبه التوانسة تعرف سؤال صعيب نجم نقول إيه نجم نقول شبه لك أنت كل صفة كل صفة شبه لي أنا والناس اللي نخدم معاهم خاطر أنا مانيش وحدي والمسرح شبه التوينسة وإحنا توينسة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك هذا ما في حتى أدنى شك لكن تعرف أنا عندي سؤال مأرقني شوية واليوم نستغل وجودك معايا باش نسأل السؤال هذا وقت اللي أنتم تخدموا على الآن وهنا وقت اللي أنتم في 2006 تخرج 50 هاو شوية آخر باش نقرأ لك شوية حاجة منها فيها استباق خوف برسك وما زال دكتواليتي غسلت النوادر ما زال دكتواليتي وقت اللي تفرج فيها اليوم صراع المجتمعي صراع الطبقات الاستواجية بيا العروسي العركة بيناتهم حاجة خارقة حالة البنية التحتية بغسلت النوادر هو النص الأولاني الكل السرد الأولاني الكل على البنية التحتية على الفيضانات اللي صارت اللي تصير كل عام وقت تصب الشتاء تصير كل عام السؤال اللي مأرقني هو هذا انتوما أصحاب المسرح الآن وهنا انتوما أصحاب المسار هذا الكل انت اللي تقول مسرح مرآة تقولوا مرآة طبعا مع الاستباق هذا الكل كيفاش عشتوا 2011 كيفاش عشتوا مثلا فوز التيار الإسلامي في تونس في الانتخابات في 2011 ريتوه شفتوه استبقتوه في بالك به جاي أنا شخصيا فما نوع رانع معنتها أحداث والثورة أحداث الثورة عشتها برشا أمل برشا أمل خطر هذا حلم جيل كامل أنت قلت كنت طايرة تيران فوق القاعة كيني ما نمشيش لا النهار معناتها ما هوش عادي حتى تعرف نحكي لك هو النهار ما هوش نهار واحد لكن أسبوع كامل وأكثر من أسبوع فما الخوف على البلاد فما الخوف على العباد طلقوا النار أسبوع استثنائي طلقوا النار قتلوا وهذا ما يتنساش وما يتعداش دونك استثنائي لكن بعد وانا قعدت في السذاجة هذيك مدة كبيرة ما نجموش ما نحبوش تونس ما نجموش ما نحبو خاصة واحنا كنا في جولة كبيرة في بيحيى يعيش اللي هي زادة كيف تحكي على سياسي ترحل دونك كيف تعيش هذيك وتجي وترى اللي كل شيء قاعد يتبدل بصفة مهولة وينكم في هذا الكل؟ وين نش معنى؟ هذا هو سؤالي معناها وكأنه اللي صار
مفاجأة للناس الكل. وبورتان في خمسون حكينا عليه، حكيت عليه في خمسون، لكن ما بين الشيء اللي راهو والشيء اللي صار فما فرق كبير. أستاذة شابة خمسون، أستاذة شابة، هذه ليديسيون دو سود، دار الجنوب، اكستراوردينير، هذا الدار اللي قدم لها أجمل تحية. أستاذة شابة متحجبة تفجر نفسها وسط ساحة معهدها، طالبة عائدة من باريس حيث انتقلت من القناعات العلمانية إلى اكتشاف الفكر الإسلامي، تتورط مع شبان أخرين في عملية تفجير صديقتها، شرطة سياسية أخطبوطية تحقق، أب مناضل يسار ينهار، وأم حقوقية تحتار تبحث عن أسباب تحجب ابنتها وابتعادها عن قيم والدها. شباب تائه مرتمي في أحضان صناع حلم بائس. 50 سنة تمضي، ماذا تأسس وماذا تقلص، ماذا تحرر وماذا تفجر؟ أفق مسدود، أمرجة مرتقبة تنبئ بأمل جديد. واو، نفس الأسئلة باش نسألك، جوست باش نبدل. 60 سنة تمضي، ماذا تأسس وماذا تقلص، ماذا تحرر وماذا تفجر؟ في بالك الياس اللي بعد ما قدمنا 50 بالشيء اللي صار، ومانيش باش نطول على بالشيء اللي صار، وتيسقط وقعدنا 6 أشهر وصار ما صار والكل، وقدمناها كيما بالنسبة لنهار 2 فيفري 2007. وتعرف اللي ردة الفعل متاع اليسار كانت سلبية إلى أقصى درجة. تعرف اللي اليسار التونسي رفض المسرحية هذه. علاش؟ على خاطر أعطينا وكأن أعطينا الكلمة للتيار الإسلامي، معناتها فيها تنبيه. إبورتا موجود؟ موجود وفيها تنبيه. وتحت المعاطف كانت تعطالي مانيفيست وتدور في البلاد الكل، ويدخل تحت بيبان الناس وموجود. وبن علي يخبي والناس تخبي، ديما خبي تحت الزربية. ينساو اللي الفنان ماهوش صحافي. ماهوش صحافي. الفنان يخدم بأشياء أخرى، يخدم بالشيء اللي يعرفه طبعا، بالشيء اللي يتعلمه، بالشيء اللي يحسه، برؤيته، ويحتمل رؤية أبعد وتكون ثاقبة أكثر من الرؤية العادية. نعطيك مثال، كيف تشوف مثلا، كيف حكينا على طبعا مثال نجي، كيف حكينا على الأب اليساري. الأب اليساري اللي مريض فقد هذيك المشكلة، كيفاش الأب اليساري الأم يسارية حقوقية، المحامية حقوقية، وكأنه المرأة اليسارية ما عندهاش هي الحق تهز مشعل. إذا كان البو مريض وإحنا مريض على خطر ما كناش ممثل من العمر هذاك راه في الأصل، لكن وكأنه فما معنيتها، فما نقاش، فما حوار، فما مسارش حقيقة مسارش اللي كنا إحنا نترقبوا فيه. وهذا كيف تحكي لي علاش المثقف مش موجود؟ خطر إذا كان ما ثماش هك التواصل ما بين الفنان، ما بين شي يقترح عليك، شي يقدم لك، وما بين الجامعة التونسية، ما بين المثقفين والكل والتعليم. تنحكيوا عليه شوي خير، خلينا في 50، مازال عنا 10 دقائق. 50، شد، تفضل مدام بكار. أنا باش نعمل حاجة شهيها، ذولي باش تاخذ لي بخاطري. شنية مدام بالناصر تدخل على الركح في 50، أنا تنلعب ليث 3 ريبليك 4 ريبليك. ليث يقول لها أنت المحامية، أنت مدام بالناصر. يقول لها ليث البوليس، بوليسياسي، يقول لها مدام بالناصر معاك باش نمشي للصندي، لا سيتواسيون اي تري غراف، عملية إرهابية من أبشع ما فما وفي معهد. متحقين مش حادثة؟ لا، مش انتحار، عملية انتحارية إرهابية، وأمل بنتك متورطة فيها، ما نعرفوش مدى التورط متاعها، أما متورطة برشا. ثم جمل كأنها منحوتة على هالحيوط، ما تتمحاش، تتقال وتتعاود سيتواسيون غراف، متورطة، قر، انتق، اعترف، نفس الجمل. وكان جيت هالحيوط تتكلم تحكي لك على 50 سنة من تاريخ البلاد. تعرف أول مرة دخلت لهنا قداش عمري؟ ما غلقتش 12، عمتها خذيت السيزام،
عقبوني ما عطونيش الجائزة. بابا متورط مع اليوسفية. كوميسار من العائلة دخلنا بسرقة أنا وأمي. تسمع بيه بابا كخرج من هنا ينتي بلو لمام ديبريسيون ورا ديبريسيون حتى ما يروحوا مثل الطاق. بعد جيت ليوسف راجلي في السبعينات 12 سنة حبس بين 9 فريرو بجرومي متورط مع العمل التونسي. بعد جيت الخوية في 78 متورط مع النقابيين. واليوم جيت البنتي متورطة من عرش فيش بخلاف توقفتي أنا. ما تظنش اللي ياسر على عائلة واحدة؟ ما تظنش اللي الديس كحفاه يلزمو يتبدل؟ عطيتك ماركر. أنا نجم نعدي معك ساعتين. تعرف أنا قريك الكل. تعرفش علاش هاب هذا؟ على خاطر البعمتة باش نفسر لك اللي هالشي الكل اليوسفي صديقتي صديقتي من اللي كنا في صاحبتي برشا معناتها من اللي كنا في الابتدائي هي اللي عشت هذا. علاش سو توربيون دو لا في توت في تان توربيون. اما كيفاش انت تعيشها كيفاش انت تلونها البروجيكتور اللي تحطوا عليها انت وعيك بالدنيا اذا كنت تحط ساقك وبلاش ما تحبش تاخذ موقف من حتى شيء طبعا تتعدى عليك الحياة تتعدى من غير ما تفيق بها. انت ما شكون قال لنا على لو توربيون دو لافي لجان مورو على حد تقديرك؟ نعم شكون قال لنا زعما على لو توربيون دو لافي لجان مورو زعما؟ ايسيا قالت لنا. ايسيا قالت لنا. الوغ علاش جبت لك على لو توربيون دو لافي؟ تونس تعيش في لحظات صعيب دوامة كبيرة ياسر بعد 50 جات حياة عيش فيها استباق لطيح بن علي يجي للثورة 10 سنين تعديوا جلال بكار 10 سنين شنو قراءتك العشر سنين تونس اليومين مازالنا 5 دقائق نحب نسمعك احنا فين وين ماشيين شنو رايك في اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير مش ما يفرحش بركة يخوف إلى أقصى درجة بورتو الخوف خدمت عليه جستمان كيف نقول لك احنا نجاوب ايضا بالاعمال نتاعنا خدمنا على العنف خدمنا على تسونامي الموجه الاولى والموجه الثانيه يمكن احنا الموجه الاسلاميه وقت حكينا عليها لكن فما لا بانديمي ولا خدمنا على العنف وانت خرجت من العرض قلت لي مش ياسر قلت لك اي قلت لك لا مش ياسر Et vous aviez eu raison. على خاطر من بعد كلامك كان صحيح. نشوفوا حالة العنف المنتشرة بصفة عامة بصفة قوية معناتها في التراب الكل. نشوفوا الخوف عند الناس. كيف ما تعطيهمش ولا أمل. كيف نحكي لك قبيلة على اللغة. عليه خاطر لغة التواصل. باش تنجم توصل باش تنجم تقنع باش تنجم تحسس الناس باش تنجم تعطيهم حتى بسيط من الأمل ليش معناتها ما نعرفوش نحكيو مع بعضنا ما نعرفوش نحكيو كيف نشوف مجلس النواب هذاك يعرفوا يحكيو ما بين لاب ما بين بعضهم ولا يوصلوا خطاب حتى يوصلوا خطاب صحيح سامحني حتى من رئيس الجمهورية مع كل احترام للمنصب وللشخص أنه يتكلم بلغة يا أخي التوانسة الكل قرين ما يعرفش قديش فما أميين في الفيطة والتعليم مش معنى ثقافة ملايين شو معناتها إذا كان ما توصلش الخطاب نتاعك وتهنيه تهني التونسي تهنيش معناتها معناتها تعطيه بصيص من الأمل شنو الأمل؟ توصله. شنو الأمل؟ الأمل أنه فما حتى معناتها شوية نور في الأفق شوية نور في الأفق أما كان تحكي له من الصباح لليل على انسداد الأفق توا حتى كيف يعطيه شنو الأفق شنو الأفق جل بكر الأفق الإنسان شنو الأفق هي التربية والتعليم قبل كل شيء التربية والتعليم انهارت اللي يحطوا نعرف اللي فما في الدقاش وفي المنار وفي ما نعرفش أي حومة مدرسة
مثالية. اش معناتها مثالية؟ ماناش مش عندنا ديزاركتيكت، عندنا فنانين، عندنا مهندسين، عندنا إذا كان تعمل مدرسة مثالية وتعرف كيفاش تحط لها الماء حتى لو كان الماء ماهوش موجود فك البقعة هذيك، مش تجيب لها معناتها خزان من الماء، كان تعرف نهارت اللي هذاك الأفق تعرف اللي صغيرك، خاطر هذوم كلمة اللي هيناش بيهم السيد اللي مشى النيز وفجر وذبح وذبح، ما هيش سهلة الذبحان. نتصور وانا تصور راس يتنطر، اش معنتها انسان كيفي كيفك نطر راسه؟ هذاك تولد الوليد هذاك، ونقول وليد خاطر عمره 21 سنة، تولد مع الثورة خاطر ما عرفناش نحكيه مع الشباب بوقتها، مع المراهقين وقتها، أنا خطاب وأنا سياسي ما يعرفش يوصل، ما يعرفش يوصل حتى جملة مفهومة. واحد يتكلم لي بالعربية الفصحى والآخر يتكلم لي بدربيش وأرقام وأرقام وأرقام. كيف تعطي أرقام مثلا بالنسبة للكوفيد؟ علاش ما تعطيش أرقام للناس اللي براو أكثر من الناس اللي تعدم الميزان؟ إذا كان تقول بطال كلمة بطال، علاش مش باحث عن العمل تعطي أمل؟ شوف قديش في لغتنا فما كلام معناتها يكسر العزايم. أنت قاعدة تقول نسيسوا بعضنا، وقاعدة تقول نختاروا لغتنا، وقاعدة تقول نبنيوا مشروعنا. مش نختاروا لغتنا، مش احنا نختاروها، هي تختار، هي موجودة، مش احنا باش نختاروها، مانيش عاملين عليها مزية. هي موجودة، أما علاش من 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 تعملوا؟ ما نعرفوش البلاد رانا كيما كلمة الشعب، فما شعوب في تونس مش شعب واحد، مختلفين بالكدية أنا مختلفين. أما أنت تختار اختلافنا نعمة ولا نقمة؟ لا نعمة نعمة نعمة، علاش غدا نقمة؟ نعمة وقتاش يولي نقمة؟ وقت اللي تخدم به سياسيا، كيما وقت اللي تخدم بالدين سياسيا، كما تخدم بالجهاد سياسيا، كما تولي الشعب. طبعا فصل الدين على الدولة، كل واحد حر في معتقداته، فصل الدين على الدولة، فصل الجهويات قاعدين والشعبوية قاعدين، معناتها اللي ظنوا خطابهم يرير، ما هوش قاعد يرير، قاعد معناتها يرجع نار. مع الجمعية شعب، ولينا شعب الترجي وشعب الكلوب. لا فما الشعب، فما جمهور الترجي، فما جمهور الكلوب، فما جمهور النادي الصفاقسي ولا فهمت؟ هذا كلام ولي ميديا عنده مسؤولية كبيرة في تسريب هذا الكل. شكرا لك، بارك الله فيك جليلة بكار، شكرا لك بورتري باي موزايكا فام، شكرا جيهان السليني على الاعداد، شكرا كاو نضال موجودين في الاخراج الرقمي دايوغ ليميسيون تنجموا تعاودوا تفرجوا فيها الكل وتسمعوها الكل، شكرا لك خالد على الاخراج. وقتاش نتقابلوا على الخشبه؟ وقتاش نتفرجوا فيك؟ نجموا نشوفوا مدام حتى حتى اللي تحل علينا الحكومه، لا الحكومه والكوفيد. شكرا لك جليلة بكار، بارك الله فيك، إلى أن نلتقي في لقاء آخر. موعد الأخبار نتقابل إن شاء الله نهار الأحد الجاي. حسين العباسي جائزة نوبل والأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل، برشا ما يتحكي معاه نهار الأحد الجاي. شكرا لك جليلة بكار، بارك الله فيك. شكرا.